أصبحت طلائع الجيش مطلة على صحار الشام ومثلث باقم تحاصر الميليشيات الانقلابية في مناطق آل صبحان. تقدم عسكري كبير للشرعية في اليمن على مختلف الجبهات، ساهم به تحالف دعم الشرعية الذي يقدم للجيش اليمني دعما جويا وبريا على أرض المعركة. كذلك ساهمت قوات دول التحالف التي تقاتل جنبا لجنب مع الجيش الوطني باستعادة السيطرة على معظم الأراضي من الميليشيات الانقلابية. نتعرف على المشاركة السودانية في هذا التقرير. هي مشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثاتنا الأخلاقية في مناهضتنا للإرهاب والعدوان، وإننا لماضون في هذه المشاركة حتى تبلغ غاياتها النبيلة. قسمنا ما نخون الحرم، الله أكبر، وحلفنا ما نبيع الزمم، الله أكبر، بنأمن الأرض لليمن. هكذا بدأت تلبية النداء في مارس عام 2015، نبل عربي سوداني لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. المشاركة السودانية السباقة بكتائب تناهز 1500 مقاتل أثبتت فعاليتها على الأرض، وأشيد بها من جميع الدول المشاركة، بل والجيش السوداني نفسه سعيد بهذه المشاركة درءا لخطر الحوثي. الرئيس عمر البشير أكد غير مرة أن الجيش السوداني باق في اليمن حتى تعود الأمور إلى نصابها، لأن خطر ميليشيا الحوثي يطال السعودية أيضا، والسعودية خط أحمر كما شدد. نحن مرتزقة، نحن بنحارب قروش، نحن بنحارب أطبان أرضنا، بنحارب دفاعا عن عرضنا، بنحارب دفاعا عن أرض الحرمين هناك. جدية، همة، تفان في المشاركة، هذا ما يبعثه قادة الجيش السوداني في الجنود الذاهبين لدعم الشرعية في اليمن والباقين حتى تنتهي المهمة. وماشيين انتوا باسم السودان يا جماعة، باسم شنو؟ باسم السودان. ها؟ ما في قوات مسلحة، ما في دعم سريع، ما في مدرعات، ما في كده. السودان يا جماعة ماشيين عين حمراء، ظلم ضبلي ما في، ها؟ ظلم رخرخ ما في، دايرين الناس كلهم يكونوا كاربين قاشون تمام. انت ماشي لدواس، ما ماشي فسحة. محمد جمال، الحدث. Yeah.